تريد مقولة. أنا كان جوبي من مناطق جر جابوا أبوه من وين وتبادي تعرفه من وين. كلام جر ما كان صح. الوقت بدأ جكلا بيا جاد بيا سي جكلا لكن لما جكلا يجيب الناس مفروض انه يرجع للعقل ويستغلوا زي ما بقولوا ياس انه ما في منطقة مقبولة نانو حاربنا أجا النهر تعب بتاعنا لكن يتدى في جزء من الشعب بتاعنا لسه تهدى سجن أنا لن أقوله ما يمشي ما ناس يمشي لبلد بتاعهم وهم تعبين لنا ده SPLM وده جنوب السودان في الوقت ده يفتكر انه نحن في SPLM عملنا خطة بتاعنا سري لأنه ما ناجي سي زول ما ماشي فوق قري يمشي لو سلام جاء الناس كله يسفق يدينه ويمد يدينه لبعض عشان يسافر مع بعض هي أول معنى من السلام لو نانو ماشيين كان نخوض الانتخابات أنا دار أقول لكم من هنا هيت سونغز must be abolished. وكلام اللي يجيب كراهية لازم يوقفوا كله. لو في زول عنده في راسه يعمل لون تاني جديد متى هيدرن خلي من فضلك ما تعمله تاني يال نحن بنقول معاكين انتخابات وفي ناس تقول ما ماشيين انتخابات كان شغل ده عملناه كله قرينا بوادة المدمجة لكن ما وضعهم في ديبلويمنت بتاعهم ما وضعهم لديبلويمنت ليه؟ لأنه الأوفيسز بتاعهم Another commission. Madam Ruta. The Fanam Firmedan.